ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل ومكملين معاكم مع اجمل فقره كلكم بتستنوها، وانا زي ما قلت بحب ان انا اقدم الفقره دي جدا، وهي عن الميك اب. هنتكلم النهارده مع الميك اب ارتست منار عاصم. اسمحوا لي ارحب بيها. ازيك يا منوره؟ عامله الحمد ايه؟ لله منوراني كويس. النهارده في الاستديوهات. بنورك. دلوقتي منار اصغر ميك اب ارتست، عندها 18 سنه، هنتكلم معاها ونشوف ابتدت ازاي. قولي لي بقى، ميك اب ارتست، اصغر ميك اب ارتست معايا النهارده 18 سنه، ابتديتي امتى بقى؟ انا ابتديت من سنه تقريبا، انا بدات احب الميك اب قوي، ان انا افضل اتفرج على فيديوهات على اليوتيوب واتعلم. كان هو الشغف عندي ان انا افضل اتعلم وان انا ارسم، وكان في بقى قرايبي بيجولي وصحابي وماكيجهم وقت المناسبات بتاعتهم. قلتي لي قبل الهوا انك بتحبي ترسمي اصلا، اه هوايتك انا الرسم، كنت زمان بحب ارسم. من هنا بقى جت الموهبه. تمام. عملتي ميك اب على مين الاول واتقال لك واو الميك اب ده قريبتي تحفه؟ قريبتي بنت خالة ماما، عملت لها ميك اب وصحابها قالوا لها جميله ومش عارفه ايه، ما فبدات شاء بقى ان الله. انا اجيب حاجات اوريجينال، بس اللي هي الماتيريال اللي هي من ايفون اوريفلام، العادية، اللي هو ما هي نقولش بدات أسماء، ايه. ما نقولش أسماء بعد إذنك. تمام تمام، ماشي. يعني بأي ماتيريال، بس المهم تكون إيدك حلوة زي ما بيقول، مش لازم تكون حاجة غالية يعني. مش لازم ان انا اكون جايبه حاجه غاليه عشان اعمل حاجه، مش شرط. الميك اب بيبقى فن عامه، اللي هو انت بترسمي على وشك زي ما بترسمي في الورق بالظبط. تمام، بس أنا عرفت إنك بتعملي دلوقتي العرايس، سوري. حلو جدا. شغل كتير وخطوبه. برضو. طيب قوليلنا الموضة السنة دي خصوصا في فصل الشتاء بتختلف طبعا، قوليلي الموضة ايه في الميك اب، الالوان؟ السموكي، الالوان الغامقه. الشتاء عامه بيكون هو الوان السموكي دايما صح؟ شتاء الوان غامقه، نبيتي، احمر، الوان الصرخه، هو ده الشتاء. صيف السموكي بيليق على كل بشرة بيضة سمراء ولا بتبقى ايوه، على حسب بقى رسمه العين يعني. بتختلف. تمام. بس يعني السموكي بيليق على كل الناس بكل الانواع، حسب بقى، مش شرط السموكي يكون اسود، ممكن سموكي نبيتي، سموكي رمادي، بقى في سموكي كتير يبقى جدا. غامق يعني قصدك، فيتقال عليه سموكي. انا فخوره بيكي جدا. ربنا يخليك. حد عايز يعمل نفسه كارير مختلف كده، وميك اب ارتست دي مهنه دلوقتي، فمن هنا بقول يعني عندي منار، يا ريت كل الشباب تاخد خطوه كده بدل قاعده في البيت وتشتغل. نموذج مشرف بصراحه يا منار. ربنا يخليك. نقوم نشتغل على الموديل. اسراء، ازيك يا اسراء؟ عامله ايه؟ منوراني النهارده. قولي لي هنا دلوقتي انت دلوقتي انا عامله عامله لها ايه الاي دلوقتي شادو، عليها؟ انا عامله لها الاي شادو وحاطه لها الفونديشن وحاطه لها الرموش وحاطه لها الروج. تمام. قبل ما نبتدي اهم حاجه نسيناها، يعني ازاي نجهز البشره قبل الميك اب؟ عشان كل البنات عندها اعمل لوك هبقى حلوه جدا. لا، قبلها بقى نعمل ايه خطوات، وتكون خطوات بسيطه في البيت لكل بنوته بتشوفنا كل ست. مثلا اول حاجه احنا لازم نغسل بشرتنا، تمام، نغسلها بغسولة عادي، اي غسولة عندك ان شاء الله اللي هي صابونة الجريسلين. حلو جدا، بتغسلي تنظيف اهم حاجه. بعد كده بتجيبي الكريمات الترطيب اللي عندك، والكريم مثلا تحت العين، كريم الترطيب، اي كريم ترطيب عندك لازم ترطبي بيه. لو تمام. عندك سيروم برضو تحطي، تسيبهم على وشك شويه، لو لازم تسيبيه البشره تمتصه، علشان لما تيجي تحطي كريم الاساس بشرتك ما تمتصش ده كله، كده انت بتعرضي بشرتك لاضرار اضعاف اصلا الاضرار بتاعت الميك اب. تمام. قبل خالص عايزين ننظف البشره، البخار اللي بيتعمل في البيت. البخار وماسكات يعني، مثلا اهم حاجه تعملي البخار عشان مسام وشك تتفتح. بعد كده بتعملي السكراب، السكراب مثلا سكر وليمون، سكر وميه ورد، اللي هو مثلا قهوه، باقي القهوه اللي احنا بنشربها دي وتفركيها على مفيده وشك جدا. بتعمل ايه جدا، بقى؟ بتبيض البشره. والقهوه عامه بتضيع البكتيريا، يعني مثلا عندك حبايه بتضيعها شويه، بتساعد عن البشره تفتح درجه. بعد كده بتجيبي اي ماسك عندك، يعني مثلا انت لو عندك حبوب بتجيبي عسل وقرفه بتساعد حاجات جدا. طبيعية يعني. مثلا قهوه ولبن وعسل وتحطيها على بتضحكي وشك. ليه يا اسراء؟ هنحط الحاجات دي وبتجيب نتيجة على ايوه وشنا تمام. اكيد. تمام كملي.
مثلا نحط اي مسكوت بقى نعرفها، مثلا ايه تاني؟ استني. حضرتك كنت طبيعية. في عسل ولبن، العسل واللبن مفيد جدا للبشره، اللي هو ايه هيساعدك، ان اللبن بيفتح البشره وبيرطب البشره جدا، تمام. والعسل بيساعد ان البكتيريا ما تكونش موجوده في البشره. كل ده حاجات انت ممكن تفتحي النت اصلا وتعمليها، او حاجات عندك في البيت، وحاجات بماتيريال اللي هو ايه عندك في البيت ورخيصه. رخيصه ومتاحه، المهم ان انا اعمل تنظيف للبشره قبل ما ابتدي ميك اب. تمام كده هيطلع اللوك حلو. طبعا تمام. التنظيف اصلا بيفرق مع الميك اب، يعني انت ما تجيش عندك قشره في وشك اللي هي القشور وبتقولي القشور دي ليه في البشره لما بحط الميك اب، انت طبعا ما نظفتيش بشرتك ولا رطبتيها كويس بكريم الترطيب. بس تمام. طيب عندنا بقى الموديل، قولي لي ابتديتي بايه دلوقتي؟ انا حطيت الاي شادو، وحطيت على حواجبها الجل، وحطيت الرموش، وحطيت الروج. النهارده بقى هعمل معاكم الكونتور. هي الموديل وشها مليان كده امور عسوله عسوله ما شاء الله. عامل لها تنحيف للوشها شويه، مش تمام. هبرز الخدود، هي عندها خدود اوريدي، فانا مش عايزه ابرز الخدود. طيب الكونتور غامق، هحطه على الاماكن يداري صح كده؟ لو اللون الغامق، اي لون غامق بيعمل تنحيف، اداري افتح بال بالفاتح. تمام تمام. هجيب يعني مثلا هنا هستخدم الغامق الكونتور. هو ده. تمام تمام. واهم حاجه تمام. واهم حاجه ان انا انضف الفرشه معايا حتى لو اشادو، عشان لو حطينا بيطبع. ايوه. ومش هتعرفي تدمجي لو انت مبتدئه، او ان هو هيطبع معاكي ومش هتعرفي خالص. تمام. دلوقتي هجيب الكونتور، بجيب من عند الودان لغايه هنا كده، عايزه ابرز الخدود. ابرز الخد. تمام. معانا صور لشغل منار، يا ريت فريق الاعداد يعرض لنا الصور دي. بصي اهو كده انا ايه قللت الخد التنحيف. شويه. تمام. الناحيه التانيه اهو. لا كده انا بينت الخد كده. وطبعا هي عندها كده هنا مليان شويه، بجيب اللون الغامق بس من تحت، ما طلعوش لفوق، عشان لو طلعته لفوق هنا كل ده هتحس ان خدها نازل واللي هو واقع. لما بجيب من هنا كده بصغر الوش، قصدك بدور الوش ولا؟ ايوه يعني مثلا كده هنا كده تعملي زي تكساس. تمام تمام. وتسيبي هنا حته فاتحه لازم، لو جبتي غامق ده كله وشك هيبقى عامل كده، فمش هيكون المنظر حلو خالص. احنا بنجيب اللون الفاتح ده بعد كده وبنبرز بيه عظمه الخد. عظمه الخد. تمام هوريك دلوقتي. هاتي وشك كده، ومثلا هي قريتها كبيره شويه، فبجيب هصغرها برضو بالغامق. بجيب الغامق ده، ولازم ايدي تكون خفيفه على الفرشه، علشان لو ايدي تقيله هتطبع، والكونتور بيبقى صعب شويه في الدمج بتاعه، لان انت بتحطي لون غامق على البشره. طيب الكونتور الكريمي بيبقى اتقل في دمجه. طبعا. صح. بس هنا استخدمتي كونتور كريمي ولا لا، على طول انا البودر؟ حطيت البودر بس. بس اسهل طريقه انك تدمجي الكونتور البودر للفرشه، قصدي الكونتور الكريمي الفرشه وتطبطبي كده، هو انت بتعملي كده مش رايحه جايه، انت كده هتحركي الفونديشن اللي تحت. تمام في مكانها. وهي مناخيرها من هنا. المناخير هجيب، بس انا ما جبتش فرشه صغيره، هجيب كده مثلا لو عندي فرشه كبيره هدوس عليها كده كده. واقوم عامله كده، وفي الاخر بجيب صباعي وبادمج لو معيش الفرشه. تمام. هستأذن الكنترول يعرض لي الصور بس. المنار اعرض الصور وهي شغالة معايا. دلوقتي هجيب البلاشر دي كرات. تمام. هي هنزل لها البلاشر على تحت، مش اللي هو هجيبه كده كده عشان انا ابرز الخدود. يعني اهو كده
كده هي ايه هيعملي تنحيف. هو البلاشر برضو اقدر ابرز بيه الخدود. انت لو عايزه البلاشر ابتسمي كده وتحطيه كده، كده انت برزتي الخدود. لا ايه عايزاه كده كده، انا ايه نزلت الخد وبقى حاد شويه مع الكونتور. تمام. ولازم كل ده يبقى يكون ميه واحده مع بعض. لا ايه مش هحط ده في حته وده في حته وده في حته. حط شويه هنا كده خلصنا البلاشر. اه طيب بالنسبه للرموش، اغلب البنات مش بتعرف تحط الرموش كويس، قولي لي بقى بحط يعني بتلزقيها انا ازاي كان اصعب حاجه الرموش وارخم حاجه انا كنت بكرهها الرموش. في البدايه طبعا. جبت طبعا لزق رموش حلو ورموش تكون نظيفه. طلبتهم لو بدات اول باول كنت الرموش يلزق هنا يلزق هنا يلزق هنا، هاي ما كنتش عارفه. المفروض ان انا بحط الرموش ازاي وانا باصه كده تحت لا وانا باصه قدامي كده، انا قدامي اهو المرايه كده اقوم باصه كده. وما تستخدميش في الاول ملقاط والحاجات دي، لسه انا اسالك، امسكها بايدي عادي يعني؟ عادي ده تمام. اسهل طريقه اصلا. انا جربت في الاول بالملقاط ما نفعش معايا جدا، اللي هو ايه انا بهدلت اللزق في كل حته. اللي هو ايه بتجيبي حتى لو بتجربيها على حد بايدك الاثنين، انت بقى قدام بتظبطيها المرايه. بقى على حسب المراية. لو قدام المرايه بتجيبيها كده وتبصي قدام المرايه بحيث انك تشوفي جفنك، لو ما تغمضيش انت كده مش هتشوفي. وتلزقيها. في انواع لزق بتكون شفافه وفي انواع لزق بتكون على اسود. في ابيض واسود. الابيض هو الشفاف والاسود هو اللي بيكون عادي، اللي هو الاسود اللي احنا بنستخدمه العادي. اهم حاجة اشوف لزق يكون كويس تقصدي؟ طبعا تمام. اللزق بيفرق جدا في اللزق عامه. يعني مثلا انت لو جبتي لزق من بره عادي الرمش هيتفك معاكي في نص اليوم. تمام. اللزق بيفرق. طيب بالنسبة للكونسيلر، تمام، في بنات بتبقى غامقة قوي الهالات، الهالات بتستخدم ايه قبله؟ بتحط لون اورنج. على فكرة انا عندي هالات وهالات اه جامدة، بحط قبل ما احط الكونسيلر اورنج اورنج، بيخفي. بعد كده بقى احط لون غامق اغمق من لون بشرتي ذات نفسها. تمام. بعد كده بقى ايه ما بيكونش فيه هالات. بعد كده بحط اللون الفاتح اللي هو اللي اعمل بيه هايلايت. تمام. الهالات ده عشان ينور الحتة دي، مثلا بتتعمل هنا بتتعمل هنا بتتعمل هنا، بتتعمل عند القورة عشان تبين نور كده طالع. تمام. هي ده الهايلايت، هو ده بيتعمل بالكونسيلر فاتح. تمام. طيب تعالي كده بقى انت الناحيه دي عشان انا مش عارفه ابص كده. تمام. كنت عايزه اسالك على الاي شادو، اي شادو اللي انت عاملاه ده يليق على اي عين؟ عين واسعه، عين ضيقه، ولا ايه بالظبط؟ انا على فكره بعمل اللوك ده على نفسي، بس الفرق ان انا بجيب رموش زي اللي انا لابساها. انا بجيب الرموش اللي هي الخفيفه، انا ما ينفعش اجيب واحده عينيها مبطنه على الرموش دي، هو تمام. الجفن اتاكل خلاص مش هينفع تمام. خالص يعني. وفي انواع كتير بتبين، يعني مثلا اللون الشمر ده هو اللي بيظهر الجفن. تمام. يعني مثلا عينيها مبطنه هيليق عليها اللوك ده جدا. هو اللينسز بتفرق في اللوك؟ اكيد انا بقولك اكيد. بس انا شايفه عينيكي من غير لينسز ما شاء الله يعني جميله. انا عينيا بتتعب، انا اصلا نظري ضعيف فعينيا بتتعب من اللينسز، فعادي مش شرط ان انا اكون حاطه اي شادو فاحط لينسز. لا على فكره ومعظم الفيديوهات اللي على اليوتيوب انا مش حاطه لينسز. طيب عشان وقتنا، قولي نصايح للبنات اللي بتشوفك دلوقتي، يهتموا ببشرتهم ازاي في عجالة بسرعة؟ انك ترطبيها كل يوم. 1 2 3 كده. ترطبيها كل يوم. تمام. بص للكاميرا هنا. ترطبيها كل يوم وتعملي سكراب كل اسبوع وتعملي ماسكات على طول طبيعيه. تمام. وتهتمي يعني مثلا لو حاجبك ما فيهاش شعر بتجيبي اللي هو زيت الخروع وبتحطيها. واهم حاجه اهم حاجه في كل حاجه الترطيب. تمام. ترطبي الصبح وترطبي بالليل، بس قبل ما يعني مثلا حاطه غسول وفتحتي مسام وشك، لو مش تحطي الكريم وخلاص لا بيبقى فيه تونر. التونر لازم اقفل المسام طبعا. التونر مثلا ميه ورد، انا بستخدم ميه ورد بس بحط. انا عرفت مؤخرا ان ميه الورد مش بتقفل المسام. ما حاجات بقى مساعده معاها، لو ممكن تمام. طب تجيبي عليك. تونر تشتريه، بيبقى تمام فيه تونر بقى بيبقى غالي. تمام.
هو ده بس. انا بشكرك جدا حبيبتي، نورتيني النهارده، لينور وبتمنى لك كل النجاح، وان شاء الله يكون عندك مكان ان شاء وتنورينا الله. تاني في البرنامج. ربنا وبشكرك يخليك. يا اسراء، نورتيني النهارده حبيبتي. مشاهدينا بشكر حضراتكم، النهارده انتهت حلقتنا، واستنونا ان شاء الله السبت اللي جاي في رعاية الله.